يسرى الرئيس اللي عمله محدش عمله في حياه مصر كلها. روح حوالينا على مستشفى مشيت البكري عشان نعمل العمليه بتاع الجراحه. والله نحن جينا النهارده وسمعنا ان سياده الرئيس السيسي عامل قافله طبيه مجانا، الكشف مجانا والعلاج مجانا. النهارده القافله اهي موجوده، علاج ببلاش، كشف ببلاش، عربيه اسعاف. واول مره تيجي بالقوافل عربيه اسعاف، جابوا لنا عربيه اسعاف تودينا المستشفى نعملوا اشاعات وتجيبنا تاني هنا، وعلاج على نفقه الدوله والعمليه على نفقه الدوله من غير ما ندفع اي فلوس خالص. القافله الطبيه بتجي لنا على طول باستمرار، بس اول مره تيجي بالكثافه دي. وزاره الصحه جابت لنا القوافل لحد عندنا والطبيه لحد عندنا. بالنيابه عن اهل عزبه الهجانه نشكر سياده الرئيس السيسي على اهتمامه المفضل ده الكريم لاهل عزبه الهجانه. انا راجل عندي 70 سنه. تعبان قلبي بوجعني تعبان. سبت النهارده وطلعوا لي قرار اعمل العمليه وربنا يبارك لنا في السيسي.